سعود. Fascist. آل سعود. Criminal family. آل سعود. Murderers. آل سعود. Baby killers. آل سعود. Dictators. آل سعود. Murderers. آل سعود. Baby killers. Dictators. Fascist. آل سعود. Criminal family. آل سعود. Murderers. آل سعود. Baby killers. آل سعود. Dictators. آل سعود. Fascist. آل سعود. البحرين. سوريا. Against the will of the people, the Iraqis have decided to fight ISIS. الحشد الشعبي هو صناعة عراقية وإنتاج عراقي بامتياز، تشكل بالفتوى المباركة للمرجعية الدينية ممثلة بالسيد سماحة السيد علي السيستاني. وأنا أؤكد لك أن الحشد هو مؤسسة رسمية عراقية تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة في العراق، والحشد كأي حركة تحررية في العالم ستكون له علاقات طيبة مع أحرار العالم. وأؤكد لك لو أن جيفارا كان موجودا لانتمى إلى الحشد ولا أصبح قائدا في الحشد، فما بالك بدول جارة للعراق أمنها مرتبط بأمن العراق، لا شك سيكون لنا معها علاقات إيجابية طيبة. Iraq and Iraqi people must stop providing political support and military support to Saudi. And they do get very sensitive. Must stop arms sales to Saudi. لقد دخل الجيش السعودي الإرهابي أول منطقة بعد تفجر الثورات البحرين، وهدم قبل أن ينبت داعش أو يتحدث الناس عن داعش، هدمت عشرات المساجد في البحرين، والذي هدمها الجيش السعودي. ليس غريبا وليس سرا أن الجيش السعودي قتل آلاف المواطنين المدنيين في داخل اليمن، وآخرها صالة العزاء التي راح ضحيتها المئات. ليس سرا وكل العالم يعرف أن المفخخات التي في العراق زرعت والأسواق التي فجرت كان مصدرها الإرهابيين الذين يتلقون الدعم من المؤسسات الرسمية الدينية السعودية، وأن السعودية تقف وراء ذلك. اليوم العالم يتفتح، والغرب والصحافة العالمية بدأت تتحدث بشكل واضح عن أن السعودية حاضنة وراعية للإرهاب، حتى أن حلفاء السعودية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيعون في هذه الأوضاع أن يخفوا حقيقة أن السعودية مصدر وحاضنة الإرهاب ومنبعه. السعودية فلتصرح، هي حرة أن تصرح فيما يعنيها لوضعها الداخلي، لكن أن تتدخل في مستقبل الشعوب وفي مسار الشعوب تريد تمزيق الشعوب كما حدث في العراق. آخر تصريح كان للجبير أنه يتهم الحشد الذي يشارك فيه كل أطياف الشعب العراقي، يتهم الحشد بأنه طائفي ويرفض تدخل الحشد في الموصل. وما دخلكم أنتم أيها السعوديون بما يحدث في العراق؟ أهل مكة أدرى بشعابها وأهل العراق أدرى بشعابهم. ليس خافيا على العالم اليوم أن السعودية ليست داعمة فقط للإرهاب، ليست داعمة للفكر الإرهابي فقط، بل هي ممولة له، مصدرة له، مصنعة له. الفكر الترهيبي والتكفيري اليوم بدأ يكفر كل من يخالف، حتى لو من داخل الوهابية مثلا، بدأ يكفر كل من لا يروق له، ثم يهدر دمه ويحلل قتله، يحلل اغتصاب، يحلل كل شيء كما يروق له ولوعاظ سلاطينهم. فكر داعش ليس جديد في هذه الأمة، هو فكر كان منذ البداية، منذ وفاة الرسول. أول داعش ربما هو خالد بن الوليد الذي وقعت الحرة وما فعل بمالك بن النويرة، كلها أخلاق داعشية. الفتوحات الإسلامية التي يدعون أنها فتوحات إسلامية كانت كلها على الطريقة الداعشية. لهذا لا نتعجب أن نرى اليوم هناك دواعش، هذا الخلف من ذاك السلف. نحن لا تستفزنا التصريحات السعودية إن كانت داخلية، هذا شأنهم، ولا نتدخل في الشؤون السعودية، لكن يهمنا أن لا تتدخل السعودية أو تركيا أو أي بلد ثاني في مصلحة العراق.